أكيد إن شاء الله. شكرا يا رب. طيب هنروح لسالي دلوقتي، وسالي معاها المخرجة الجميلة المبدعة ساندرا نشأت. فعلا زي ما نهى قالت، معايا دلوقتي المخرجة الجميلة المبدعة اللي وحشتنا جدا 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 ساندرا نشأت. ساندرا انت يعني مبسوطة جدا ان انت معانا؟ امسكي المايك. دي لحظة صعبة قوي. ايوه، وعايز اعرف يعني بجد انت فين؟ لا هاجي ان شاء الله، قادمة ان شاء قادمة الله. قادمة امتى؟ كل مرة بتلاقي اون تي في بتقولي قادمة. لا 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 ما حصلش، ما بطلعش خالص. فين ده؟ لا 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 لا. طب كل ما بشوفك؟ لا بس جاية مهرجان وسينما، يبقى نفسي مفتوحة، يبقى هيحصل قريب ان شاء مش الله. مش بس على قد الليلة وبعدين هتيجي؟ لا ما اعتقدش. لا طيب ساندرا نشأت دايما اعمالك بتبقى مختلفة، وانا عارفة ان انت ما بتنقيش الحاجة بسلاسة خالص. فلو قلت لك انه المخرج الفريد هيتشكوك قال علشان اعمل فيلم جيد محتاج ثلاث حاجات، سيناريو والسيناريو والسيناريو، ساندرا نشأت ايه التلات حاجات؟ نفس التلات حاجات ما فيهاش كلام. الاخراج الديكور طبعا موجود، بس ده موجود ودلوقتي في جوده فيه رهيبه في الاخراج في التكنيك، فاما في التصوير فيه وفي ممثلين. بس طالما ما فيش سيناريو، ما هو هو معاه حق، لو انا ما عنديش الماده دي الاولانيه البيز ده الاساس ده مش فيش فيلم هيطلع. فعشان كده تلاقي ممكن صوره مبهره فاهمة تكنيك رهيب، بس في الاخر لو ما فيهوش موضوع حقيقي مش هيبقى. هتبقي مبسوطه بالتكنيك دلوقتي، بس بعد سنه هيقدم يبقى في تكنيك تاني. بس لو في موضوع وسيناريو حلو هيفضل طول الوقت السيناريو ده اللي هو الفكره الفيلم موجود. مش حاجات نجيب محفوظ وحسام، يعني اكيد معروف ده. وهيتكوك هو اللي دخلني للسينما، هو اللي حببني في الحكايه، لاني كان طول الوقت تقولي ده فيلم لهيتشكوك، عمرك ما كنتي بتقولي مين الممثل، زي يوسف شاهين كده بالظبط. فطول الوقت هي دي الحاله، وهيتشكوك كان دايما تلاقي فيه فكره كده غريبه ومختلفه، عشان كده هو فيلم لهيتشكوك. فهو انا نفس الحاجه، وبالتالي انا فرحانه قوي بتكريم، مش بس فرحانه تكريم وحيد هما جاي عشان طبعا. فده اساس الحكايه، وممكن اقول انه ان شاء الله يبقى في حاجه بيني وبين الاستاذ وحيد حامد ان شاء الله. يعني ان شاء الله اقصد في الاخر انه كون المهرجان بيكرم وحيد حامد، يعني يبقى هو السيناريو، يبقى المقوله اللي بتقوليها هو ده الموضوع. والراجل ده مش بس مش هيتعوض، مفيش كده منه كتير، وما كانش في زمنه ولا دلوقتي، يعني فيه طبعا، بس هو قيمه حقيقي رهيبه كبيره طبعا. وعارفه لما كل شويه تقولي بس الاقي تامر حبيبي يقول انا بكتب في العقد كده زي ما الاستاذ وحيد علمني. تخيلي مثلا في عقد ما لقيت تامر بيقول لو المخرج اتغير ما ينفعش، يبقى العمل ده مش قائم ولازم يرجعوا له، واللي علمها له وحيد حامد. فبصي قيمه الحاجه كانت ازاي، الكاتب يقول لك انا بقعد مع المخرج خلاص كاننا بنتجوز يعني في عمل ما. دلوقتي تلاقي ممكن حد بيسيب المخرج وده يروح لمخرج تاني عشان يطلع الحاجه زي ما هو كاتبها وزي ما هو متخيلها، او قعد خلاص مع المخرج بقى في حلقه. المهم انه قيمه السيناريو هي اساس اي فيلم كويس. احنا مبسوطين جدا جدا ان انت النهارده كنتي معانا وشفناكي اخيرا، وعايزين نشوف اعمالك بقى كمان. ميرسي ومبروك، ومبروك لحفظي ومبروك للمهرجان والمصر، وان شاء الله السنه دي تروح وتبقى بنحتفل بكل حاجات حلوه وافلام عظيمه ان شاء الله. ميرسي يا سيدي.